الموضوع عن الازدواجية. الرب كيف بده ينقي حياتنا من الازدواجية؟ كل غصن فيها يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. رح نقرأ من سفر التثنية قراءة أولى ومن سفر التكوين قراءة الثانية. تثنية 25 عدد 13. لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة. لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة. وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك. يعني لما بدك تبيع وتشتري تستخدم الموازين الصحيحة، ما يكون في عندك ازدواجية بالمكاييل والموازين، لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك. قراءة تانية سفر التكوين إصحاح 27 عدد 18. تكوين 27-18. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه أنا عيسى بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. هيدي الازدواجية، الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال هل أنت هو ابني يا عيسو؟ فقال أنا هو. نحن رسنا أمام الرب نطلب بركته علينا. أبانا السماوي المحب، من كل القلب نشكرك من أجل هذا اليوم المبارك، أتينا لكي نفرح ونتهلل بما صنعته وعملته معنا. نشكرك لأنك فديتنا، كتبت أسماءنا في سفر الحياة. لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نأتي إليك يا رب في هذا الصباح لكي تملأنا من ملء الروح القدس، لكي تقوينا لنسلك بالروح ولا نسلك بالجسد. لا نعيش حياة مزدوجة يا رب، لا نعيش حياة غير مستقيمة، بل نعيش قدسين وبلا لوم أمامك، وأنت القادر أن تحفظنا غير عاثرين. باركنا في هذا الصباح، بارك شعبك الساجد أمامك، تعال رش من دمك علينا، طهر قلوبنا وأفكارنا، نقي حياتنا لكي نكون حسب قلبك وفكرك في كل شيء. بارك عبدك الضعيف يا رب، أنت تكلم بالروح القدس، تعرف احتياجاتنا، تعرف ضعفاتنا، تعرف الظروف التي نمر بها، تعرف ما يخوفنا يا سيد الرب. تعال شددنا في شخصك وقوينا لنعمل الأعمال المرضية أمامك في كل حين. ولك كل المجد والإكرام سيد الرب باسم يسوع. آمين. الازدواجية. الازدواجية هي أنه الإنسان يعيش بشخصيتين متناقضتين. أنه يكون في عنده معيارين، وعنده وجهين، وعنده لسانين، وعنده معتقدين حسب ما تقضي الحاجة. يستخدم الوجه يلي بده اياه. يلي بتحلله لنفسك بتحرمه على غيرك. هيدي الازدواجية. وما قد يكون مباحا اليوم قد يكون محرما غدا أو العكس. هيدي الازدواجية. أحد التعريفات يلي قرأتها بقول الازدواجية هي التفنن في صناعة الأقنعة، والتلون حين اختيارها، والتقمص بعد ارتدائها بغية الوصول إلى هدف معين. بجعيد الازدواجية هي التفنن في صناعة الأقنعة، تحط قناع من برا ببين شيء لكن أنت من جوا شيء تاني، والتلون حين اختيارها، والتقمص بعد ارتدائها، تتقمص شخصية غير شخصيتك بغية الوصول إلى هدف معين. صوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدين عيسو. وإذا ظهر الشك بأمرك تؤكد أنا هو يا عمي، أنت عيسو أنا هو، وبتأكد بغير صدق. الازدواجية بشكل عملي بعض الأمثلة. شو هي الازدواجية؟ الازدواجية هي لما ترسم على وجهك ابتسامة وانت من جوا
تعيس. ازدواجية لما تقول لإنسان كلام حلو وفي داخلك مرارة تجاهه مثل الفرسيين. الازدواجية لما تقبل الناس قبل ظاهرها محبة وباطنها خيانة مثل مين؟ مثل يهوذا. الازدواجية هي لما تسمع من الناس منك شيء لكن تلمس شيء آخر مثل يعقوب. الازدواجية لما تحكي عن نكران الذات وتحب المتكئات الأولى مثل جوتريفوس. الازدواجية لما تعيش مؤمن مع المؤمنين ومثل العالم مع أهل العالم. الازدواجية لما يكون اسمك الحقيقي شيء واسمك على الإنترنت شيء تاني. ازدواجية لما تحط محبسك بالبيت وتشيله بالشغل، لا سمح الله يكون في هالشيء بين أحد المؤمنين. ازدواجية لما يكون في بإيدك إنجيل وبقلبك شيء آخر. ازدواجية لما تظهر بمظهر القداسة أمام الناس وحياتك الخاصة يندى لها الجميع. يندى لها الجميع. باختصار ازدواجية خطية روحية ومشكلة نفسية وفخ بوقعنا في الشيطان. بموضوعنا اليوم رح نقسمه ثلاثة أصناف. الجزء الأول رح نحكي عن أشكالها، أشكال الازدواجية. والجزء الثاني رح نحكي عن أسبابها، ليش الإنسان بعيش حياة مزدوجة. والجزء الثالث رح نحكي عن خطورتها أو أضرارها، خطورة أن نعيش حياة مزدوجة. نبدأ بالجزء الأول، أشكال الازدواجية. رح نحكي عن أربع نواحي من أشكال الازدواجية. طبعا لها نواحي كثيرة لكن بنلخصهم بأربع أهم أشياء. الشكل الأول أو الوجه الأول من وجوه الازدواجية هو الازدواجية في العبادة. مثل أهل السامرة كانوا يعبدوا الله، كانوا يعبدوا آلهة الأراضي، الآلهة اللي بيعبدوها كمان كانوا جيرانهم. مثل بني إسرائيل أيام إيليا يعبدون الرب ويعبدون البعل. مثل المسيحيين بأيام الحاضرة بيعبدوا يسوع الرب وبيعبدوا القديسين يلي خلقهم الرب معه. مثل كثير من الناس في كل العصور والأجيال يعبدون الله ويعبدون المال أيضا معه. ساعة لك وساعة لربك أدام نسمعها. حتى الساعة يلي لربك منجرب نتشاطر عليه فيها. شخصين يوم أحد راحوا حتى يتصيدوا، هنا عم يتصيدوا قاعدين بالسفينة بالشخطورة بنص هالبحيرة، صار الظهر بعد ما صيد ولا سمكة. بيقول له الأول للثاني ما كان أحلى لو رحنا على الكنيسة اليوم الأحد؟ قال له لا، ما أنا على كل الحال ما كنت شايف بدي أروح لأنه مرتي صاخرة ما بقدر أتركها. هيدي الازدواجية. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعدا عني بعيدا جدا. ازدواجية في العبادة. العبادة هي تمجيد الرب. وقف الفريسي حتى يصلي، اللهم أشكرك لست مثل باقي الناس. أنا 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 مين كان عم يمجد؟ مين كان عم يعبد؟ كان عم يعبد نفسه. أنا بصلي أحلى، أنا بقود الترنيم أحلى، أنا بوعظ أحلى، أنا بعزف أحلى. عم بتمجد الرب بهالعبادة؟ يعني ما عم بتمجد ذاتك. إشعياء واحد، لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، صلنا ولم تنظر، ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. لأنكم عايشين حياة الازدواجية في العبادة، ظاهرها عبادة وباطنها تمجيد للذات. يا رب امتحن قلوبنا في هذا الصباح. الوجه الأول من وجوه الازدواجية هو الازدواجية في العبادة. الوجه الثاني من وجوه الازدواجية هو الأحكام، لما نصدر أحكام على الناس بمعيارين مزدوجين. بصدر أحكام على الناس يلي ما بيعجبوني، ودائما بحاول أن لاقي المبررات للأشخاص يلي بحبهم ويلي بيعجبوني. شخصين بيرتكبوا نفس الخطية، أول واحد بيرتكب الخطية بأول ما الدنيا وبقعدها عليه، لكن الشخص الثاني يلي بحبه لا، المحبة تستر كثرة من الخطايا. يقول الكتاب ألا تخشون أن تكونوا قضاة أفكار شريرة؟ ألا يحاسبنا الكتاب على هذا؟ شخص بيرتكب خطية نرجمه، لأن خيرة بيتك أكلتني مثل هذا، يسلم إلى الشيطان. بس إذا أنا ارتكبت الخطية، ما علينا، نحن كنا بشر، ما نحن كنا ضعفة، ما
بعدين ما احنا عايشين بعصر النعمة والرب بيقبلنا وبيسامحنا مع يرعين وزوجين. ناثان لما نجى لعند داود الملك راح يحكي له قصة الغني اللي كان في عنده غنم كتير. لما اجى ضيف عفى عن كل غنماته وراح عند جاره يلي ما عنده الا غنم واحد بيقعدها بحرج وبيطعمها ميها بيهتم فيها مثل ولاده، راح اخذ اي غنمين؟ غنم جاره. لما سمع داود القصة غضب واصدر عليه الحكم بالاعدام، حي هو الرب يقتل الرجل. لما قال له داود انت هو الرجل، بطل حي هو الرب يقتل الرجل، راح يكتب المزمور ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معصية. نصدر الأحكام على الآخرين في نفس الأشياء التي نحن نرتكبها ونعفي أنفسنا من الحكم. ما بعرف إذا عم تسمعوا أخبار، كنتوا مشي أسبوعين صهر ملك إسبانيا دخل للسجن لأنه اختلس من الأموال العامة. ملك إسبانيا هيدا صهرك ولا ما في هيك هيك. صهر الملك دخل إلى السجن. ما في ازدواجية في الأحكام، ما في ازدواجية في المعايير، القانون على الجميع. مثل ما كان يستخدموا تعبير عندنا بالسنوات الماضية، صيف وشتي على سطح واحد، ما في واحد مدعوم وواحد مش مدعوم. القانون فوق الجميع وليس ازدواجية في الأحكام. الوجه الثالث، الشكل الثالث من أشكال الازدواجية هو التصرف. كيف بتصرف بازدواجية؟ قدام أصحابي شيء، لكن قدام المؤمنين شيء ثاني. طبعاً حتى ما يكون مثل ما بقوله بالإنجليزي the black sheep، حتى ما يدلوا بأصبعهم علي، وأنا هذا الشغل شغل. عند إخواننا ندرس في شيء اسمه الاستتار بالمألوف. عند إخواننا الشيعة بيسموه التقي. يعني شو الدارج؟ شو المألوف؟ لطي راسك وساير وجامل وعمل مصلحتك. استتار بالمألوف. في أشخاص أصحابي الخلفيات التانية نسلم عليهم، كيف صحتك؟ نشكر الرب. أمين. عم تشكر الرب عن جد؟ يما عم بتساير وعم بتجامل. شو الفرق بين الاستقامة والشجاعة؟ استقامة هي إنك تعمل الصح لمن ما حدا يكون شايفك، والشجاعة هي إنك تعمل الصح لما كل الناس تكون شايفتك. فهل عندك ما يكفي من الاستقامة والشجاعة؟ أندريا، أنا بحب أحكي هالقصة لما كان عمرها سنتين. كانت بنت جيراننا تيجي تلعب لها بألعابها وتخرب لها إياها، وهي كثير تتضايق وتيجي بدها تشحطها تعيط عليها، أما تقول لها لا أبدا ما فيك تشحطها إياها، خليها تلعب معي. فهونيك مرة إجت لعند بنت جيران، دقت على الباب، فتحت لأندريا، طلعت فيا قالت لها ماري جاي بالبيجاما؟ روح البسي ثيابك ورجع تعي طبشة الباب ووجع. وجت أمه وينها؟ مش حطة، مش حطة. هيدي الازدواجية، لما ما يشوفوك الناس كيف تتصرف. انضباط بلا قيود. مش لأني مشغول، مش لأني مربط، لكن لأنه عندي مبادئ بالي حياتي عليها. بطرس قدام اليهود كان يتصرف شيء، لكن قدام الأمم كان يتصرف شيء تاني، وجميعا قد نقع في فخ الرياء. أظهر غير ما أضمر. قل له مبروك مبروك، بس أضلك وأنا غيران من نجاحه. اشتقت لك وبقلبي يا ريت ما إجا. الوعظة حلوة بقلبي زهقني، ظاهرها حب وخيمها وداخلها شيء تاني. الفريسيين لما كانوا يجوا لعند يسوع شو كانوا عيطولوا؟ يا معلم. لكن شو كان في بطنهم؟ شو هدفهم؟ انهم وقعوا يسوع بالاسئله يلي عم يسالوا اياها. وبالنهايه كلنا بنوقع بالفخ، واخرتها منصدق التمثيليه يلي نحن كتبناها، منصدق القصه يلي نحن اخترعناها، ونسلك السلوك المزدوج، نعيش شخصيتين ونجد المبررات لأنفسنا. الشكل الرابع من أشكال الازدواجية، ازدواجية في الولاء. بحرب 81 بلبنان، كان فيها حرب، وقف أريال شارون رئيس حكومة إسرائيل
عفوا وقف ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بيقول أنا عندي 55,000 مواتي. تاني يوم برد عليه أرياس شارون رئيس حكومة إسرائيل بيقول له نصهم لإلي. إذا وقف الرب يسوع وقال بزحلي أنا عندي 300 واحد بنزل زحلي، هلا بيوقف الشيطان بيقول نصهم لإلي؟ أنت لمين؟ أنت لمين عايش؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. في عالم الاستخبارات في شيء بيسموه دبل ايجنت، يعني عميل مزدوج، بيشتغل معهم بيشتغل معهم، وين مصلحته أكتر؟ وين بيطلع له أكتر؟ هو عميل مزدوج بميل للمصلحة اللي بيستفيد منها أكتر. وقت انتخابات نائب المهندسين بالنقابة عندنا، أو وقت بده ينتخبوا الهيئة الإدارية تبع النقابة، بيجيبوا كل اللوائح بيبقوا كاتبين فلان اسمه عنوانه تلفونه الى اخره، وحاطين بالاخر انتماء مثلا، هيدا عوني هيك بينتخب مع العونيه، هيدا قوات بينتخب مع القوات، هيدا حركه امل بينتخب مع حركه امل، هيدا حزب الله الى اخره. وفي اشخاص كثير بيبقوا كاتبين حتى اسمهم مجهول الانتماء. هل مكتوب حتى اسمك مجهول الانتماء؟ مش معروف انتمائك لمين يما رايتك واضحه. علمك مرفوع بكل فخر تعلن أمام الجميع لمن أنت تنتمي. لك نحن يا داود، ولك نحن، ومعك نحن يا ابن يس. حتى الموت، حتى الموت. تأوه داود قائلا آه من يسقيني ماء. ورجال داود يلي قالوا له لك نحن يا داود حطوا دم على كفهم وعبروا إلى بيت لحم وجابوا معي، خاطروا بحياتهم حتى يشرب الملك داود لما تأوه. لمن هو انتمائك؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لمن ولائك؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار. ولا مطلق للرب. لا تقدر أن يكون عندك ولاء لقائدين، ولا لكنيستين، ولا لجيشين، ولا واحد، وألا يكون عندك ازدواجية في الولاء. فهذه أشكال، بعض الأشكال من أشكال الازدواجية. تعال نروح للجزء الثاني، شوف مع بعض ليش الإنسان بيكون في عنده ازدواجية في حياته. ما هي أسباب الازدواجية؟ كمان أربع أسباب باختصار نمشي فيه. السبب الأول، قد يكون الخوف، بخاف من الخسارة. مديري ما بقدر زعله، قال لي قولي على التليفون انه هو مش هون، انا شو بدي اعمل؟ ما بقدر زعله وبعيش عكس قناعتي وشخصيتي حتى ما اخسر وظيفتي. قد اخاف من التعيير، اصحابي بدلوا علي باصبعهم. قد اخسر اصدقائي فبضطر اني ساير وجامل وكون عندي وجعين وسنين. قد أخاف من الاضطهاد، بتعرض للإهانة، وقد أخسر أيضا حياتي. يقول سفر الأمثال، خشية الرجل تضع له شركة. إبراهيم نفس الفخ كان يقع فيه كل مرة، قدام فرعون، قدام أبي مالك، كان متفق معه على مرته. محل ما بنروح لشي محل بنحس في شي خطر، شي بيخوف، بتقولي إنك أختي. وهل هي كانت أخته؟ هي كانت اخته، بنت بيو، بس مش بنت امه. فمره كانوا ولعنا هي مرته، ومره كانوا ولعنا هي اخته، حسب الوضع حسب الحاجه. هيدي الازدواجيه. لكن تعرفوا نص الحقيقه مش حقيقه. بيلاطس غسل ايديه وقال انا بريء من دم هذا الصديق. ما كان مقتنع انه يسوع بريء؟ ما كان مقتنع انه يسوع بريء؟ كان مقتنع بشيء وعمل عكسه بسبب الخوف من اليهود. هيدي الازدواجية، بسبب الخوف بتكون مقتنع بشيء ومؤمن بشيء وبتعمل عكسه. كان خاف انه يخسر مركزه فعمل اللي اراد ان يعمل للجمع ما يرضيه. فالسبب الاول من اسباب الازدواجية قد يكون خوف. السبب الثاني قد يكون اغراءات العالم. هيرودس كان يهاب يوحنا ويسمعه، ساعدوني، ويسمعه بسرور، مبسوط يسمع كلمة الرب.
لما اجت ابنة هيروديه ورقصت امامه، شو الكتاب؟ سرت هيرودس والمتكئين. لاحظتوا نفس الكلمه، بينبسط بكلمه الرب وبينبسط برقص هيروديه، بينبسط بالامور الروحيه وبينبسط بالامور العالميه. هيدي هي الازدواجيه، نفس الكلمه بيستخدمها الحسب مرقص. لكن الكتاب واضح، لستم تعلمون ان محبه العالم هي عداوه لله. برقص وبهني وبنهار بيجي برنم وبسبح وبصلي وبجادل بربحها عمالتين حتى متى تعرجون بين الفرقتين. حياه الايمان يا احبه فيها ربح وفيها خساره. ما كان لي ربحا قد حسبته خسارة، بل إني أحسب كل الأشياء نفاية خسارة لكي أربح المسيح. خي الكتاب يقول أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. جينا ساعة على الكنيسة وهلا نعطي ما لقيصر لقيصر ونطبق الكتاب مثل ما نحن بدنا. لما كان عم بقول هالكلام كان عم بقول عن الضريبة، كان عم بقول عن المصاري، مش عن الحياة ساعة بتعيشها للعالم وساعة بتعيشها لا الله. نجرب نربح على الميتين ومنعيش على هوانا. السبب الثالث من أسباب الإزدواجية هو تبرير الذات. نجرب نلعب على الحبلين حتى أظهر بمظهر البريء. بلش ركب الطرابيش مثل الفريسي. الفريسي شو كانوا يعملوا؟ مرة يروحوا لعند التلاميذ يحكوا لهم على المسيح، ومرة يروحوا لعند المسيح يحكوا له على التلاميذ. اجوا لعند التلاميذ شو يقولوا لهم؟ معلمكم ياكل معلمكم مع العشرين والخطاط. يروحوا لعند المسيح يقولوا له تلاميذك ياكل تلاميذك بايد غير مغسوله. شو هدفهم؟ يبينوا ان هن احسن من يسوع واحسن من التلاميذ. يريدون ان يظهروا بانهم ابرار. هدفهم يظهر بمظهر الاتقياء والغير ضالين. الناموسي اللي اجى جرب المسيح، يا معلم كيف ارث الحياه الابديه؟ وراح على طول من بعد ما ساله يسوع وكان جوابه تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك الى اخره. بيقول الكتاب عباره اذ اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع من هو قريبي. هل تريد ان تبرر نفسك؟ أن تمجد الله من كل قلبك. نقع في فخ الازدواجية من أجل نظرة الناس إلينا ورأي الناس فينا. السبب الرابع من أسباب الازدواجية، ليش الإنسان ليش ازدواجية في حياته؟ السبب الرابع هو المصلحة الشخصية. أريد عبارة بتقول المصلحة الشخصية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المبادئ. لما نكون إنسان وصولي انتهازي وجاري للمجتمع لأجل الوصول إلى مبتغى. تعرفوا التعبير عندنا بقولوا مسيح شو؟ كانوا من الزمانات أصحاب الطبقة الراقية يلبسوا كبابيل أو جاكتات كلها من جوخ، وتعرفوا الجوخ بصير لقط وبر، فبيجوا الناس صغار النفوس بدل البيض وجهوا معهم يصيروا مسحوا جاكيتهم حتى يكسبوا رضاهم عليهم. هذا هو تمسيح الجوخ. وفي ناس كتير بمسحوا جوخ لأجل مصلحة شخصية. أول ما رحت لأمريكا مرة كانوا بعضهم منتخبين أوباما جديد، فقالوا لي هذا الزلمة بجامد كل الناس حتى يوصل. مع الإسلام بروح بصلي مثل الإسلام، ومع المؤمنين أنا مؤمن متجدد الوصولية مثل نيقوديموس. بمجلس السنهدرين أنا عضو فعال في مجلس السنهدرين، لكن بالليل يأتي سرا إلى يسوع. هذه الازدواجية. فلما اجى عند يسوع قال له يسوع حق الحق اقول لك ينبغي ان تولد من فوق وتاخذ الطبيعه السماويه التي تسمو بها فوق المصالح الشخصيه. يا يوسف شوف وين مصلحتك، انت بارض غريبي، كيف اخطئ الى الله واصنع هذا الشر العظيم؟ يا دانيال غطي راسك، القصه ما فيها مزحه. جعل دانيال في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمره مشروبه. لم يرد رجال الله الاتقياء ان يعيشوا حياه الازدواجيه. الجزء الثالث والاخير، اين تكمن الخطوره في ان نعيش حياه مزدوجه؟ ما هي أضرار الازدواجية؟ أول شيء
ازدواجية تخليك تعيش بمشكلة مع نفسك، بصير في عندك أزمة هوية. أي إنسان من الإنسانين أنا، أي واحد من الدورين يلي عم يلعبه، بتصير عايش كذبة وضميرك تعبان ومتقلقل في جميع طرقك، بتصدق الكذبة والمسرحية يلي أنت ألفتها. بتقول أنا أي واحد منهم؟ أنا هذا الإنسان المؤمن يلي بحب الرب، يما أنا يلي بالمخفي عايش حياة تاني ملتوية غير مقدسة ونقية أمام الرب. يعقوب عاش 20 سنة نفس الصراع. يا عمي أنا يعقوب ولا أنا عيسو؟ أنا اللي بستحقها للبركة اللي عندي البركة، ولا أنا يعقوب المحتال؟ وصوت بيو 20 سنة طن بدينين، الصوت صوت يعقوب، لكن اليدين يدا عيسو. هل أنا عيسو الذي يستحق البكورية، أم أنا يعقوب الذي يتحايل للحصول عليها؟ وهو رجع لما سألوا الرب في مخاضة يبوغ بهذه الليلة، ما اسمك؟ شو قال له؟ تضحك على بيك، تضحك على خيك، تضحك على أمك، تضحك على العالم، بس على الرب لما سألوا الرب ما اسمك، ما قال له أنا عيسو، شو قال له؟ أنا يعقوب. وابتدأت من يومها تصلح الأمور معه، ورجعت معاملات الله مع يعقوب. الخطر الثاني من خطورة الازدواجية، من أخطار الازدواجية، مش بس بتعيش بمشكلة مع نفسك، بتعيش بمشكلة مع الناس، بتكون عثرة للآخرين. ما بيعودوا الناس يوثقوا فيك، بصيروا الفلان فلان أبو الجان أبو السنعين، فلان بيقول شيء وبيعمل عكسه، لما يحكي معي ما بعرف إذا عم يحكي الصدق ولا عم يحكي الكذب. ليش حلو هالشهادة يقولوا الناس فينا هالكلام؟ مش بس كان عثرة لخيه، شو عامل خيه وعيس ولا يعقوب من بعد الضرب يلي عملوا فيه والازدواجية يلي عاشها؟ بسبب يعقوب عيسو راح عمل ردة فعل. بيقول الكتاب لما رأى أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه، ذهب إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل زوجة على نسائه. يعني شو؟ يعني حياة الإزدواجية اللي بتعيشها بتدفع الناس للشر والخطية. قادر تحمل هالشي على ضميرك؟ شخص مرة بيقول لي فلان خليني أكره المسيح، عامل حلو قديس يحكي بالمسيح وحياته زفت. هذه نتيجة الحياة المزدوجية يلي منعيشها. مشكلة العالم هي الكنيسة التي تعيش حياة مزدوجية. حتى بعد 20 سنة ما قدر يعقوب يواجه خيه عيسو، لأنه وقت يلي ما بيكون في صدق، محل يلي ما بيكون في شفافية، محل يلي ما بيكون في عدل، ما بيكون في سلام. 20 سنة عاش يعقوب فاقد السلام، عايش بخوف من خيه عيسو. الخطر الثالث مش بس تجعلك تعيش بمشكلة مع نفسك، تجعلك تعيش بمشكلة مع الناس، تجعلك تعيش بمشكلة مع الله. اللهم بيعود يباركك. ليتك كنت باردا أو حارا. بارد بعرفك، بارد بعرفك مش لإلي، بعرفك مش معي، بعرف في عندك أمل. ولنتك كنت حارا مثل ما أنا بدي إياك، لكن هكذا أنت فاتر، ما بتنتمي لأن الرب أيام إليا نزل نار من السماء. ليه؟ لأن الشعب كان عايش بإزدواجية بين الله، بين عبادة الرب وبين عبادة البعل، حتى الناس تختار مين تعبد. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. تحرم نفسك من معاملات الروح القدس معك، من معاملات الروح القدس في حياتك، حتى شكل حياتك لتكون على شبه المسيح. الخطر الرابع والأخير من أخطار الإزدواجية، الإزدواجية تجعلك دائما تكون الخاسر الأكبر. دائما أنت حتكون خسران لما تكون عايش حياة مزدوجية. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، لا مع ست بخير ولا مع سيدي بخير. مثل الشخص اللي كان بيته على الحدود بين الاتحاديين والفدراليين، حتى يخلص حاله قال لك رح ألبس بنطلون مثل بنطلون الاتحاديين وقميص مثل قميص الفدراليين. صاروا الفدراليين يوصلوا على الجراي والاتحاديين يوصلوا على جسمه،
طلع لا من هون ولا من هون، وهيك اللي بعيش حياة مزدوجة. في النهاية لابد أن تتخذ قرار لمن أنت. شو نصيحة الرب لنا في الختام؟ نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، لأنه ليس خفي إلا وسيعلن. كلمة sincerity أو إخلاص جاية من كلمتين sincere يعني بدون شمع. فكانوا لما يحطوا الأوعية يعرضوها للبيع كانوا حطوا تحتها من دون شمع. شو يعني؟ لأنه لما كان يفسخ شيء إناء يجوا يغطوه بالشمع ويلونوه. لما تحط الإناء على النار شو بصير بالشمع؟ بدوب ينفضح. فكانوا يحطوا من دون شمع. هل حياتك من دون شمع؟ هل حياتك شفافة؟ هل حياتك لما تجيها النار ما في شيء حيدوب فيك وتبين على حقيقتك؟ ازدواجية مش شطارة، ازدواجية خطية. كراهة الرب ملتموه القلب، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. تعال نقول له قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، وحد قلبي في خوف اسمك، حتى تكون حياتي في انسجام مع كلامي. راح اخطب بمقطع قريته، حبيت الطريقة اللي حطينا فيه عن يسوع المسيح. مدح السيد المسيح من عمل وعلم أنه يدعى عظيما في ملكوت السماوات، بل وقد وجدنا في شخصه القدوس تحقيقا وتطبيقا واضحا لكل ما علم به. فلم يتكلم عن المتكأ الأخير بينما يتنافس على المتكئات الأولى، ولم يحدثنا أن بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة بينما يسكن هو في القصور، ولم يتكلم عن ضرورة حمل الصليب بينما يهرب هو من حمله، بل على العكس نجده فعل أكثر مما تكلم به لدرجة عجزت الكلمات عن التعبير. ولا نحتاج إلى خدام بل إلى نماذج. ومن المعروف أن أي تعليم يستمد قوته من قائله، فالذي جعل القديس تيموثاوس يتبع بولس الرسول ليس فقط تعليمه بل سيرته وقصده وإيمانه وأناته ومحبته وصبره. هذا اللي قاله بولس لتيموثاوس، تبعت تعليمي، مش تعليمي بس، بل سيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، لأن حياتي واضحة ليس فيها أي خفايا ولا خبايا ولا أي ازدواجي. أمين. رب يبارك كلمته لقلوبنا وننقي حياتنا من أن نعيش حياة مزدوجي، الحياة مستقيم صادقين أمام الله، قلوبنا مكشوفة أمام عيني الذي ذاك معه